السلام عليكم يا جماعة، والله مو رياء لكن أبغى أعلمكم تجربة عشتها الفترة الماضية، فترة قصيرة الماضية مع صلاة الوتر. يعني والله العظيم إن صلاة الوتر الركعة هذه أقسم لنا إعجازية، يتجلى فيها إعجاز الله بشكل لا نستوعبه أبدا، ففيها شيء عجيب بحكي لكم اللي عشتها أنا الفترة الماضية. قبل لا أنام أصلي ركعة وتر، أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأعرض كل مشاكلي اللي فعلا أنا أعدها مشاكل. التغير اللي يحدث في فترة قصيرة في حياتك، أنت تعرف سببه، تعرف أنه بسبب الركعة هذه اللي جت في جوف الليل، والله أنك تعرف. طبعا يا جماعة بكل اختصار، أنا كان عندي جانب تقصير في جنب الله، جانب معين، والتقصير هذا يعني ما قدرت أني ألتزم فيه تقصير، ويوميا تجيني قرارات أني لا، هذا التقصير اليوم راح أنضبط. ألاحظ أني اليوم أنضبط، بكرة ما أنضبط، بعد مجرد قرارات بس كذا في مخي، وألاحظ أن الوقت يمشي وأنا ما أنضبط، حتى جعلت الله سبحانه وتعالى نصب عيني، قررت قرار أني أقف بين يدي الله في صلاة الوتر وأدعو الله بهذه الدعوة: يا رب أنا أحتاج وجودك في حياتي، يا رب ما وقفت في بابك ولا وقفت بين يديك في هذه الساعة المتأخرة من الليل إلا لأني أحبك، يا رب ساعدني وأعني وكن معي. يا أخي أمر إعجازي في هذه الركعة، والله العظيم يوم ورا يوم، ليلة ورا ليلة، جالس ألاحظ في استقرار روحي، يعني شيء غريب. أنا أبغاك أنت تجربه تكفى، وبعدين لما تقف بين يدي الله ركز على الجوانب الإيمانية الروحية، انكسر لإنسانيتك، أظهر ضعفك كله لله سبحانه وتعالى، أظهر احتياجك الكامل إلى الله سبحانه وتعالى. يا رب دبر لي أمري، يا رب ردني إليك ردا جميلا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني إيش يحتاج الإنسان في حياته أكثر من استقراره النفسي والروحي؟ لما تستقر روحك إيمانيا وترتبط بالله سبحانه وتعالى، صدقني الأشياء الدنيوية كاملة تستقر، تشعر بشعور الرضا حتى رغم احتياجك الشديد، الله سيصب على قلبك إيمان بارد جميل جدا. آخر حاجة نصيحة كده على السريع، في دعواتك في صلاة الوتر ركز على الجانب الروحي الإيماني أكثر من الجانب الدنيا. طبعا الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل أحوالك الدنيا وفي الآخرة، لكن في صلاة الوتر ركز على الجانب الروحي الإيماني اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. بعده اسأل الله ما شئت في هذه الدنيا، اسأل الأموال واسأل علو الشأن واسأل كل خير في هذه الدنيا. عيش تجربة صلاة الوتر، ولا تعتبر أن هذا الكلام ده منك، سمعت هذه الكلمة لا تعتبر أنها شيء عابر، والله العظيم أن في شيء خيالي وإعجازي جدا ينتظرك في صلاة الوتر. الله يسعدكم يا رب.